ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاعي النهاردة هتكلم عن ازاي احبب ابني في الصلاة. جات لنا شكوى طفل عمره 11 سنة كان بيصلي وفجأة واحدة بقى بيزهق مش عايز يصلي. طيب ازاي النهاردة هنتكلم ازاي نحبب اولادنا في الصلاة. اول حاجة لازم اكون انا قدوة للطفل سواء بابا او ماما، اكون قدوة للطفل يعني ان انا اصلي قدامه، اخده يلا نصلي سوا، لو بابا مثلا رايح الجامع يلا نروح نصلي مع بعض. تمام، يبقى اول حاجة ان انا اكون قدوة للطفل. تاني حاجة البيئة بتاعت البيت، البيئة اللي احنا عايشين فيها، بحيث ان انا كل اسبوع اعمل للطفل احكي له قصة من قصص الانبياء، اقول له حديث، احاول ان انا اعمل يوم لتحفيظ القرآن. تمام، دي اسمها البيئة بتاعت البيت، ان انا اوفر له البيئة اللي هي تحببه في الصلاة اكتر وتحببه في القرآن اكتر. تالت حاجة البيئة الخارجية، البيئة الخارجية اللي هو اصحابنا، المعارف، الناس اللي حوالينا. يعني مثلا لما نكون خارجين او في تجمع ومثلا الاذان اذن، المفروض ان انا ابدأ اقول لابني يلا نقوم نصلي، بابا هيروح يصلي روح صلي معاه، عمه مثلا او خاله رايح يصلي روح صلي معاه. تمام، يبقى البيئة دي اسمها البيئة الخارجية. اتفقنا؟ الحاجة اللي بعد كده ان انا كل شوية افكر ابني، طيب ما انا بكرر بفضل اكرر وازهق، لا نكرر اكتر ونقول تاني يلا نقوم نصلي، تعال نصلي سوا، يلا نصلي مع بعض. اتفقنا؟ يبقى احنا كده اتفقنا اول حاجة القدوة ان انا كبابا او ماما يصلوا قدام الطفل. الحاجة التانية البيئة، بيئة المنزل، ان انا اوفر للطفل ان احنا نتكلم عن قصص الانبياء، ان احنا نبدأ نحفظ قرآن. تالت حاجة بيئة الخارجية، ان احنا لما نكون في تجمع او بره البيت او اي حاجة من الحاجات دي، ان انا لو الاذان اذن يلا نصلي، روح صلي مع خاله، روح صلي مع عمه. تمام، الحاجة اللي هي بعد كده ان انا اقرر يلا نصلي، تعال نصلي سوا، ماما هتصلي قوم صلي معاها، بابا نزل الجامع روح صلي معاه. التكرار وما نزهقش، التكرار وما نزهقش. بعد كده بلاش ضرب خالص، يعني الضرب هيخلي الطفل يكره انه يصلي او يبعد عن الصلاة، يبقى بلاش الضرب خالص، عايزين نبعد عن حتة ان احنا نضربه. اتفقنا؟ يبقى مش يعني ما اضربش ابني عشان الصلاة، لا انا عايزة احببه في الصلاة مش اكرهه فيها. تمام، يبقى بلاش الضرب خالص. الحاجة اللي بعد كده ممكن اعمل زي ايه، احببه بقى، يعني مثلا احنا النهاردة انا جبت سجادة جديدة هنقوم نصلي عليها، انا اشتريت لك سبحة جديدة، اللي هو ابدأ احببه بالتحفيز، ان انا احفزه على الصلاة. حاجة كمان ان انا مطلوبش من ابني الكمال، يعني هو صلى اوقات بيجي لنا كتير جدا الام تقول لي هو بيصلي بس بيكروت في الصلاه، هو بيصلي بس مش بيبقى مظبوط. طيب حلو قوي، احنا ممكن الحاجه دي نحاول نظبطها للطفل، بس مش هو قام صلى دلوقتي ما اقعدش انتقده واقول له انت بتصلي غلط، انت اللي انت عملته ده ما ينفعش، لا احاول اعدله بس من غير كلام سلبي، احاول اعدله الطريقه اللي بيصلي بيها بس من غير كلام سلبي، يعني ما اطلبش من ابني الكمال، هو كده كده هيتعلم بشكل صحيح وهيعدل الاخطاء وكل الكلام ده، بس مش كل حاجة انت صليت غلط انت اللي انت عملته ده غلط، لا احنا نحاول نصلح بس بالتدريج، اصلح الطريقة اللي بيصلي بيها وان هو يصلي بالراحة مش يكروت في الصلاة بس بالتدريج. اتفقنا؟ الحاجة اللي بعد كده ان انا يكون في عندي حزم. يعني ايه حزم؟ يعني النهاردة احنا هنصلي الخمس صلوات، يبقى لازم نصلي الخمس صلوات، حزم من غير أسوأ ولا ضرب ولا عنف، يعني يبقى في حزم في القرار بس من غير أسوأ ولا عنف، يعني ما اقومش اضربه، لا لازم هنصلي يبقى هنصلي. الحاجة اللي بعد كده لازم يكون في حوار. يعني ايه حوار؟ يعني اقعد اتناقش معاه بقى عن الرسول، عن الصحابة، عن قصص الانبياء، لازم الحوار ده يبقى كتير جدا في الوقت اللي انا عايزة احبب ابني فيه في الصلاة. اتفقنا؟ حاجة كمان ودي مهمة جدا، ان احنا نحكي للطفل قصص. الطفل مثلا اللي بيصلي، ان لما الواحد بيصلي دي حاجة اللي ربنا طالبها مننا، ولما انا بصلي ربنا بيديني الحاجات اللي انا نفسي فيها، ابدأ احكي قصص تحببه في الصلاة.
حاجه كمان، لو الطفل ما صلاش مره واتنين وتلاته ما فقدش الامل، افضل اقرر واعيد وازيد على ابني او بنتي، اللي هو يلا نصلي نقوم نصلي تاني. وده اكبر دليل عندنا من القران، سيدنا نوح مع ابنه. سيدنا نوح مع ابنه فضل يطلب ابنه ان هو يبقى معاه، وفي الاخر دعا ربنا ان ابنه يفضل معاه. اتفقنا؟ يعني طلب من ربنا ان ابنه يبقى معاه. فعايزه اقول ان اهم حاجه ان احنا نقرر، ما نيأس ونقعد نزهق ونقول ده انا قعدت اكرر عليه كتير وما بيش عارفه ايه والكلام ده لا، اقرر لابني مره واتنين وتلاته وعشره لحد ما يبقى الصلاه بالنسبه له تعود. اتفقنا ان احنا ما نزهقش. واكبر دليل قصه سيدنا نوح، يعني فضل يحاول مع ابنه لحد الاخر، وبعد لما كمان بعدها سأل ربنا عن ابنه. يبقى احنا نكرر مرة واثنين وتلاتة وعشرة. اتفقنا؟ ده بالنسبة للصلاة. يبقى احنا كده في الصلاة اهم حاجة ان احنا نكون قدوة. الحاجة التانية البيئة بتاع البيت، اوفر في البيت ان احنا نحكي قصص للانبياء، ان احنا نقرأ قرآن، ان احنا نحفظ القرآن. تمام؟ الحاجة الثالثة البيئة الخارجية، لما اكون خارجة اهتم فكرة ان الاذان اذن يبقى هنقوم نصلي. الحاجة الرابعة ان يكون دايما اهتم بان مفيش ضرب، تمام، ما نضربش عشان خاطر الصلاة. الحاجة اللي بعد كده ان احنا نقرر كل شوية، اقرر يلا نصلي، تعال نصلي سوا. تمام؟ حاجة كمان ان انا احكي قصص تحببه في الصلاة. حاجة كمان ان احنا مني اس نفضل نقرر على ابننا ان يلا نصلي مع بعض، نحاول نصلي، نعمل جدول للصلاة. اتفقنا؟ ده موضوع الفيديو بتاعنا النهاردة، ازاي احبب ابني في الصلاة. نتقابل ان شاء الله الفيديو الجاي. مع السلامة.